انا عاوز ابتدي من الجديد بصراحه. اعرف هاني شاكر بعد جرح انا مقدم لنا ايه؟ ان شاء الله في مجموعه من الاغاني باختصار شديد يعني الدراما اللي فيها انا مخفف شويه حده الدراما العنيفه، مش عاملين دراما عنيفه قوي، لكن في درامة حب بشكل جميل جدا جدا زي الدرامات اللي كانت بتتعمل زمان في أفلامنا الغنائية، يعني زي ما بقولك بعدنا شوية عن الدراما العنيفة اللي فيها خيانة وفراق. انت حسيت ان ده الناس يعني شبعت منه يعني؟ والله مش عارف يا ممدوح، يعني انا اللي اتعرض عليا واللي انا لقيته يعني قريب من الفكرة اللي جوايا، لان انا بشوف ان يمكن كانت الجرعة في جرحي انا كانت زيادة شوية جرعة الدراما. فانا مش عايز لا واللي قبله يعني كان نتيجة للظروف. لا بس في جرحي انا يمكن كانت اكتر شويه، اكتر من 5 اغاني وتصوير دراما. حتى الاغنيه اللي قبل كده كمان كان في واحده بتموت وكده برضو كان دراما زياده قوي، قديمه شويه اللي هي الحلم الجميل. الحلم الجميل دي كانت عنيفه جدا جدا برضو. فيعني حاولت ان انا اختار مواضيع ما تكونش الدراما فيها عنيفه قوي قوي، نبعد شويه عن الهجر والخيانه والغدر وكده، ونخلينا يعني الغنوة فيها حب وفيها بالرغم انها دراما، يعني مثلا إلا دموعك وان شاء الله اسمعكم منها إلا دموعك جزء النهاردة. كلام في بين كده ان هي احساسها إلا دموعك انت صعب عليا تشوف يعني تشوف يا حبيبي دموع في عينيك، كلام فيه حب يعني عارف ازاي، مش الدراما العنيفة يعني. يعني انت نازل بشكل جديد خالص بقى. بالظبط يعني فعلا انا بحاول ان انا ابعد عن تكرار المواضيع، عن تكرار الـ 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 الأرثام. يعني إن شاء الله يا رب يكون التوليفة اللي معمولة الفترة اللي جاية والشريط الجديد إن شاء الله يحوز إعجاب الجمهور الجميل في كل مكان. لا إن شاء الله طبعا، لا إعجاب الجمهور في كل مكان ده واضح من حفلاتك في كارتاج وحفلاتك في لبنان وحفلاتك في المغرب. الحمد لله. بتختار تنزل في الشتاء بألبوماتك ليه؟ والله هي خلفت معايا مره من المرات كده، فبقيت كل سنه بنزل تمشي كده. بالظبط يعني انا في بدايات ما عملت شركتي يمكن كنت بنزل في الصيف، لكن جت مره اتاخرت ونزلت في الشتاء، وانا بيني وبينك بفضل الشتاء بصراحه. يعني اذا عايز تقول لي عشان تدفي الناس عايز يعني اختار لا والله مش كده، بس يعني انا بشوف ال يعني الموسيقى والاستمتاع بالموسيقى في الشتاء احسن. يعني انا مش صيفي قوي، يعني الصيف حر وزحمه، الصيف عموما زحمه وانا ما بحبش الزحمه، زحمه في الشارع وزحمه فنيه، البومات كتير بتنزل. بالظبط كده. فيعني انا بفضل يبقى لي مكان دافي كده في قلوب جمهوري اللي بحبه، بعيد عن الهيصة والزيطة اللي بتبقى في الصيف. بس الكلمة الحلوة واللحن الحلو والأداء الحلو بالظبط كده بيفرق يعني نفسه. الجمهور بيسمع في كل أوقات السنة أي وقت. والحاجة الحلوة فعلا زي ما حضرتك قلت بتفرض نفسها على الساحة الفنية. أكتر غنوة عجبت الناس السنة اللي فاتت إيه؟ هقول لك على طول القدس أولا لأنها كانت مناسبة للأحداث ومختلفة يعني، وكانت سباقة الغنوة دي، نزلت قبل ما أغاني كتير تتعمل لفلسطين،
جرحي انا كمان جميله جدا. سالتك حدث ولا حرج. سالتك. وحشتيني. انا عاوز اسمع كتير اغاني. عاوز اسمع جزء من سالتك. سالت الفنان ايهاب توفيق عن الازمه اللي حصلت ما بينكو او افتعلوها في تونس، ما تعرفش ازاي يعني. فعلا انا بعتبر ايهاب هو اخويا الصغير، وفنان مجتهد وفنان جميل وله جمهوره، وانا كمان بهدي جايزتي لايهاب توفيق لان هو فنان جميل في بدايه مشواره الفني، ومحتاج دعم فني ومحتاج دعم ادبي. ف ده شعور يعني جميل يعني. نحييك عليه. انا كمان بديله الجايزه اللي عندي. لو احنا دلوقتي بصينا للجو القديم اللي احنا قاعدين فيه ده، عايزين نرجع بالذاكره مثلا مده كبيره، تغنين ايه من الحاجات القديمه قوي؟ مش ليك، للعمالقه اللي هم القديم خالص خالص قدام. حاجه كده من هاني شاكر كده مع الجو ده، انت شايف ايه؟ قول لي. طب اللي انت عاوزه، اللي انت حاسه. حاجه مش مألوفه حتى، ومش لعبد الحليم يعني، حاجه تانية. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قول لي، قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. وانت، وانت الغالي عليه، غالي عليه. قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي. والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جاد. العين في العين وانت ولا داري بحالي. والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جاد. من الاتنين والله خدوا مني ليالي. قولي ده كان فين، ما تقولي كان ملك ومالي. قولي عملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قولي، قولي عملك ايه قلبي اللي انت ناسيه. وانت، وانت الغالي عليه، غالي عليه. قولي. في غنوة دايما كنت مقابلك في حفلاتك اقول لك غنيها لي، اللي هي نسيانك صعب، صعب اكيد. تحبوها؟ ها؟ كوبليه واحد. حاضر. انت بتحبها طبعا جدا. اكيد اكيد طبعا. عارف مين اللي لحنها؟ طبعا استاذ خالد، استاذ خالد الامين حبيبي طبعا، ورفيق درب عمري طبعا. استاذ سمير الطاير اللي كاتب الكلام الجميل ده. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرا. نسيانك صعب اكيد تيرا، ملوش غير حل وحيد تيرا. ابدا من تاني حياتي وأصاب حب جديد تيرارا. ولو إن الحب التاني مش هيرجعلي زماني، ولو إن الحب التاني مش هيرجعلي زماني، ولا حيعوض حرمان اللي في حبك
بيزيد، لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما في خيالي، نسيانك صعب اكيد، نسيانك صعب اكيد، نسيانك صعب اكيد اكيد. الحلوه بتفضل، شوف الناس فاكراها ازاي؟ طبعا طبعا. مش يعني انتوا مش ناسين ولا كلمه منها وبتغنوها معاه. الحمد لله، نعمه من عند ربنا على فكره. يعني نعمه الاستمرار ده كمان، مش بس النجاح، ان الواحد يعمل عمل ناجح ويستمر مع الجمهور، تحس ان ده في اغاني بتتعمل وتتنسي قدام الجمهور. طبعا. نسيانك بقالها اكتر من 10 سنين يمكن تقريبا. ما تهدديش من حاجات. محتاج لك. ربنا يخليكم. محتاج لك يا عمري. اصل محتاج لك دي، محتاج لك دي لحنه هو. ما هو واضح احنا. ايوه. حابب نتكلم شويه طب ونفكر كده نشوف هنقول ايه. حاضر 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 عليا. حاضر. طب مين مطرب هاني شاكر المفضل؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ طبعا. ده مش انا بس، انا بيتهيألي يعني كلنا والله بدون مجامله. حتى في الذكرى اللي فاتت برضه غنيت له. طبعا. طبعا. وكل ما بتيجي مناسبه في ذكرى من ذكراه في حفلات الاوبرا مثلا او كده، انا ببقى سعيد جدا جدا وانا واقف بغني لعبد الحليم. امال ايه الاشاعات اللي بنسمعها دي ان هو كان واقف ضدك؟ لا هو كان زمان في كلام بقى كتير. يعني كلام يعني للاستهلاك الصحفي مش اكتر. لكن يعني لا انا كان في بالي حرب، ولا يعني الاستاذ الموجي الله يرحمه الفنان العظيم اللي اكتشفني، واللي اكيد طبعا كان احد اعمده نجاح عبد الحليم حافظ الله يرحمه في مشواره الفني. ما كانش في باله اكيد طبعا وقتها انه يطلع هاني شاكر عشان يحارب عبد الحليم حافظ. قال كلام ساذج كده وكلام مش مظبوط. لان انا فعلا واحد من معجبين عبد الحليم حافظ وما زلت. وانا لما اسعدني الحظ وشفته يعني قلت له انت لو تعرف انا بحبك قد ايه وانت بالنسبه لي بتمثل ايه، ما كنتش تفكر ابدا ان انا ممكن يكون اي كلام من الكلام اللي كان بيتقال ده يكون خرج مني او اكون انا اللي قلته. استحاله يعني، لان انا فعلا بعتبر عبد الحليم حافظ، ودايما بقولها وانا سعيد ان انا بقولها، ان عبد الحليم حافظ وصوت عبد الحليم هو السبب المباشر اللي خلاني احب الغنى. يعني لولا صوت عبد الحليم حافظ ما كنتش جربت احاكي هذا الصوت واقلده واغني له وانا صغير، واكتشف بعد كده ان انا صوتي حلو. والكلام ده قلته له. انا كان عندي حفله جه حضرني من ضمن الجمهور وطلبت ان انا اقابله قبل ما اطلع على المسرح، لان يعني لقيت ان انا صعب جدا اطلع اغني وهو قاعد بيسمعني وهو فاهم ان انا ممكن اكون قلت هذا الكلام اللي اتقال، فلقيت صعب جدا. فطلبت ان انا اقابله ورا الكواليس، وفعلا يعني شرحت له موقفي وقلت له كل اللي انا حاسه ناحيته كفنان، ودي كانت بدايه يمكن الـ 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 العلاقات الطيبه الجميله اللي بيني وبينه. وجه حضرني بعد كده تاني في حفله تانيه، بس للاسف دي كانت الحفله التانيه، دي كانت اخر حفله انا شفته فيها وجاي يحضرني، انه سافر بعد كده سفريه اللي توفى فيها الله يرحمه. انما في دلوقتي تنافس ما بين الفنانين وبعضها دلوقتي؟ اكيد اكيد، بس مش زي التنافس بتاع زمان. النهارده اللي بيحصل ده زحمه. زحمه فنيه، مش تنافس بمعنى تنافس. لكن التنافس لما بيبقى فيه عدد يعني فرسان محدود فنقدر نقول عليه تنافس. لكن اللي بيحصل النهارده ده ماراثون. يعني ماراثون غنائي. الاف مؤلفه ماشيه بتجري في نفس ال بس في الاخر بيتصفصفوا اكيد. شويه. لكن يعني ما تقدرش تقول تنافس تنافس زي ما كان موجود زمان. نقدر نقول مثلا الصفصفه دي رست على مين في العشر سنين اللي فاتوا دول؟ على اللي موجودين المستمرين.
زي مين؟ المستمرين. امثال مين؟ لا عشان ما انساش حد. ما يعني ما مش عاوز تخش ما تزعل يعني ما تزعلش حد مني بالظبط كده يا لان انا فعلا انا بحبهم كلهم وبحترمهم كلهم وبحترم جيل الشباب الجيل الجديد اللي طالع. طبعا ما اقدرش اقول ان كل هذا الجيل اصواته يعني على المستوى اللي احنا نتمناه، لكن فيهم جادين وفيهم مجتهدين وفيهم شباب اصواتهم حلوه ومؤلفين كلمات جمال وملحنين جمال، وهي دي لازم طبيعه الحياه انه لابد ان ياتي جديد كل فتره، فهم موجودين هؤلاء الشبان الجمال فيهم اكيد اصوات جميله وملحنين ومؤلفين جمال، لكن مش عايز اقول اسماء عشان ما يفتكرش حد ان انا يعني تجاهلته عمدا او نسيته عمدا، لا يعني في اصوات جميله جدا جدا. وانا بقول دايما ان مفيش نجاح بيجي من فراغ، ممكن تيجي ضربه حظ ينجح فتره لكن ما يقدرش يستمر على طول، ما يقدرش يتواصل نجاحه سنين طويله الا اذا كان فعلا جوه هذا الفنان حاجه بيقدمها للجمهور. يعني الفنان اللي يستمر ده يبقى 100% بالظبط. عامل ايه مع المعجبات بقى اليومين دول؟ انا سامع ان انت في لبنان حصل 28 حاله اغماء في حفله يعني حفلات يعني طب ازاي يعني؟ يعني هو طبعا انا ده شيء ما بيسعدنيش، انا عندي حاجه بمنتهى الامانه ده شيء يعني انا ما بيفرحنيش ان انا بلاقي حاله اغماء. عاوزهم يكملوا يسمعوك بالظبط كده، انا عايز الناس تيجي وتروح مبسوطه مش عاوز حد يقول عليها وسعيده ويعني الانفعال الزايد ده ما توصلش لدرجه الاغماء. لان انا فعلا ببقى حزين عليهم جدا جدا، يعني حصل في لبنان، حصل في فلسطين. يعني انت تفتكر الغنوه اللي غنيتها او اللي حبيتك عليها مدام نهله؟ فاكر الغنوه يعني؟ لا هي تقول لك الكلام ده، لكن هي مثلا ايه؟ كانت بتحب قوي هو اللي اختار مثلا. وكده برضه يا قمر احنا تعرفنا في البدايات يعني. من الحاجات اللي احس انها كانت تحبها. انت شفتها حبيتها على طول؟ ليا. بتؤمن مش انت يعني مش لا طبعا ما يجيش الحب كده على طول. لا يعني في الحب او النظره لكن بالظبط ممكن في اعجاب في حاجه تشدك للانسان ده. وهو بس لوحده. فما بتبتدي تقعد مع الشخصيه دي تتكلم معاها كده يبتدي اكيد يزيد اعجابك بيها، يزيد حبك، يزيد تبقى حاسس انك عايز تقرب اكتر، وده اللي حصل يعني. لكن ما اقدرش اقول ان من اول نظره جاء الحب الضخم. يعني انا كمان عايز اقول انه الحب اللي بعد الجواز لما بيزيد ده الاعمق والاكبر.